السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم شرح طريقة تحميل سبيد داونلود. طيب، أول شيء طريقة تحميله من النت، أنا رفعته على الفورتشير، بحط لكم رابط في الديسكريبشن. برنامج خفيف على طول يتحمل، يعني ما يبي الوقت، 3 دقائق يمكن، صار بطيء مرة النت يمكن 10 دقائق بكثير. طيب الحين تحمل عند البرنامج، بيطلع لكم بهذا الشكل. ندخل على البرنامج، نقول طبعا مو اي احد بيحمله بهذه السهولة بيقدر يدخل عليه. اللي مبتدئ في الماك، الماك اول ما تشتريه سواء كان اي ماك او ماك بوك، بيكون بالضبط محطوط على انه تقدر تحمل من الاب ستور، بس ما يمديك تحمل من النت، فيرفض، يقول له راجع الاعدادات لان البرنامج غير موثوق. طيب كيف نقدر نحمل من الانترنت اذا قال لنا لا انه برنامج غير موثوق؟ اول شيء ندخل على الضبط، بعدين ندخل على سيكوريتي اند برايفسي، بعدين هنا بيصير النقطة هذه محطوطة على هذا ماك اب ستور، لا حطها على هذه، على الماك اب ستور، وانك تحمل من النت. اوكي، بعد ما تسوي هذه الخطوة، اكيد اكثركم مسوينها يعني اكيد، بس اقول يعني اللي ما سوى خاف تواجه المشكلة هو ولا يقدر يسوي. اوكي، بعد ما تحط هذا الخيار نروح ندخل على البرنامج اللي حملناه، بنقول له اجري زي قبل شوية، يوم يجي نحط هذا هنا. انا طبعا محمله قبل ما داعي استوب. طيب بعد ما تحمل البرنامج خلاص، الان تحمل اي شيء، يعني متصفح السفاري راح يدخلك على طول. مثلا ندخل يوتيوب، ندخل على اي فيديو، مثل شوارع الرياض تغرب مثل، بس كذا عشان اوريكم طريقة التحميل. طيب هنا يجي تحت الفيديو اللي تدخلون على اللود، تختار الصيغة على حسب عدد الفيديو. الفيديو ممكن يجيك الى 1080، خلنا ندخل لكم على 1080، شيء دقته عالي شوي، ولا ما له داعي، خلاص هذا بيجيك الصيغة كلها من اقل شيء 240 الى 1080 على حسب الفيديو. فنضغط مثلا هذا، خلاص تحمل عندنا. شوف السرعة، يعني سرعة معقولة، مو بطيء مرة، سريع بالنسبة للفيديو، يعني مو مستغرق ناظر 30 ثانية 40 ثانية. بس هذا اللي كان عندي، وطبعا الرابط بحطه بالدسكريبشن. وبس لا تنسون الفولو والسبسكرايب، ان شاء الله اكون افدتكم، وانتظروا الفيديوهات اللي راح انزلها ان شاء الله، شروحات وبرامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.